مرحبا. أول شيء في هذا الفيديو حبيت أن أسلم على الجميع، الأهل، الأصدقاء وكل المتابعين أن بهذه الصفحة وصفحات مالتنا اللي كلها لها علاقة طبعاً بمجال العقارات في كندا. خلال اليومين الفاتت وصلتني كثير من الاتصالات من الأخوة والأخوات اللي تأثرت حياتهم وتأثرت أعمالهم بسبب الظرف الحالي كوفيد-19. مثل ما تعرفون كثير من الأعمال الصغيرة، الأعمال الخدمية، المطاعم وغيرهم، ناس قعدوا وما عندهم حتى راتب هذا الشهر. طبعاً دول الناس يعني قلقين جداً، خايفين انه شلون راح يقدرون يدفعون الالتزامات مالتهم، شلون راح يقدرون يدفعون القرض العقاري اذا المستاجر ما دفع. وكذلك المستاجرين خبروني يسالوني انه شلون راح نقدر ندفع ايجار اذا احنا ما عندنا دخل هذا الشهر. اصدقائي، بهذا الفيديو يعني كل اللي اريد اسويه هو انه اطمن الجميع. مثل ما تعرفون كلكم انه الوضع اللي احنا بيه هو وضع مؤقت، يعني ما راح يستمر للابد، يعني كلها مساله وقت وان شاء الله كل شيء يرجع افضل مما كان. بالنسبة للأخوة والأخوات المستأجرين وحتى الملاك، ما حد راح يقدر يجي يطلعكم اليوم من بيتكم بسبب أنه أنت ما تقدر تدفع الدفعة. طبعا يفضل أنه الشخص يدفع المبلغ المستحق عليه، لأنه هو بالنتيجة هو مستحق عليه، يعني إذا مو اليوم يدفعه يدفعه باكر. لكن إذا ما عنده اليوم المبلغ فما حد راح يجي يقدر يجبره يطلع من البيت بهذا الظرف، لأنه الحكومة الكندية طلعت قرار أنه يصير فريز على كل عمليات الإخلاء. فهذا طبعا شيء حتى يطمن الناس. وبالنسبة لأصحاب الملك أيضا اللي ما عدى يدفع القرض العقاري لأنه المستأجر ما دفع له، هذا أيضا يطمئن لأنه البنك ما راح يقدر يجي يفرض عليه اليوم أنه يطلع من البيت أو يسحب من عند البيت ويبيعه أو يحجز عليه، لأنه أيضا موقفين كل عمليات الإخلاء، فأيضا يعني يطمنوا بهذا الشأن. الشيء الثاني، طبعا احنا لازم مثل ما تعرفون نتعاون بهذا الامر، وخصوصا احنا ابناء الجاليه العربيه، يعني احنا كلنا جايين من بلدان يعني مرينا بها ظروف اصعب بكثير من هذا الظرف، وكلها عدت الحمد لله. يعني احنا شفنا حروب وشفنا منع تجول وشفنا كل هذه الاشياء، وكلها عدت وصارت سوالف، وهذه ايضا ان شاء الله تعدي وكل شيء يصير افضل مما كان. النقطه الاخرى اللي تسولف بيها هو موضوع الريال استيت. نعم احنا شغالين، الريال استيت او العقارات تعتبر من الخدمات الاساسيه، لانه احنا نساعد الناس انه يحصلون سكن، والسكن يعتبر شيء اساسي. فبالنسبه مثلا الناس الجايين جديد الى كندا، الناس اللي محتاجين سكن، باعوا بيتهم يدورون على مكان، الناس اللي لازم ينتقلون خلال فتره معينه او اللي لازم ياجرون خلال فتره معينه، احنا موجودين، لكن فقط في حالات الضروره القصوى، لانه ايضا نريد نحاول انه نقلل من الخروج يعني التواجد خارج المنزل حتى نقلل من انتشار الفيروس ان شاء الله. الشغلة الأخرى، أحب أن أشكر وأحيي كل الشغالين في الظرف الحالي، في خصوصا القطاع الصحي، قطاع الخدمات، أحب أحييكم وأتمنى لكم كل الخير والسلامة. وأيضا الناس اللي قاعدين ببيتهم أيضا أحييكم وأتمنى أن تقضون أوقات سعيدة وعائلاتكم، وربي يعوضنا إن شاء الله كلنا عن الخسائر اللي تصير هذه، وتمنياتي بالخير للجميع. شكرا جزيلا وتحياتي.